بكم طلبة مدرسة المنتزه الخاصة، معاكم ميس آية، والنهاردة هنشرح درس النقل والمواصلات والتجارة. أول حاجة، النقل في مصر 3 أنواع: نقل بري ونقل مائي ونقل جوي. مصر يتوفر بها جميع أنواع النقل. أسباب توافر جميع أنواع النقل في مصر بما تفسر؟ قال لي موقع مصر متميز. قلنا بتتوسط قارات العالم القديم. هما مين قارات العالم القديم؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا. يبقى أسباب وفرة المواصلات في مصر موقع مصر المتميز. مش بس كده، تطل مصر على بحرين من أهم البحار، وده طرق للتجارة، البحر الأحمر والمتوسط. يربط البحر الأحمر بالمتوسط قناة السويس، يبقى ده كمان موقع مصر المتميز. وكمان ان تطل مصر على بحرين مهمين، البحر الاحمر والبحر المتوسط. كمان استواء معظم سطح مصر. احنا عندنا سطح مصر معظمه مستوي، مما لا يمنع انشاء الطرق او السكك الحديدية. يبقى ده سؤال مهم جدا وبيجي في الامتحانات كتير: ما النتائج المترتبة على استواء سطح مصر؟ طبعا لا يعوق، يعني لا يمنع انشاء طرق او سكك حديدية. مش بس كده، امتداد النيل، نهر النيل بيمتد من الجنوب الى الشمال، ده ادى الى ربط السكان، يعني بيربط السكان بين الوادي والدلتا. احنا عندنا نهر النيل ممكن يستخدم كطريق للتجارة بين الجنوب والشمال، وبيربط سكان الوادي والدلتا. يبقى اسباب وفرة المواصلات في مصر موقع مصر المتميز بين قارات العالم القديم، امتداد نهر النيل فيها من الجنوب الى الشمال بيربط سكان الوادي والدلتا، اعتدال مناخ مصر طوال العام، وكمان استواء السطح، وكمان ان هي بتطل على اهم البحار زي البحر الاحمر والبحر المتوسط. طيب انواع النقل في مصر: نقل بري، نقل مائي، ونقل جوي. دول انواع الايه؟ النقل. النقل البري 3 انواع: سكك حديدية ومترو الانفاق والطرق البرية. قالك في السكك الحديدية مصر تعتبر تاني دول العالم في انشاء للسكك الحديدية بعد بريطانيا. ده بيجي في صح وغلط كتير. اول خط سكة حديد في مصر كان 1856، ده كان بين القاهرة واسكندرية، وده اللي اتم انشاؤه سعيد باشا 1856. كان في اول خط سكة حديد بمصر عام 1856 بين القاهرة والاسكندرية. بعد كده عندي مترو الانفاق بيكلمنا عنه، بيقولك ان مصر اولى دول الوطن العربي او اولى دول افريقيا اللي اقامت مترو الانفاق. اهمية مترو الانفاق ايه؟ بيربط 3 مدن مصرية: القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. يبقى مهمة، بيربط كم مدينة؟ 3: القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة. كمان توجد في مصر طرق برية زي طريق القاهرة واسكندرية الصحراوي وطريق السعيد الصحراوي، والطرق دي ساهمت في ان هي تنقل الافراد والبضائع وربط المدن المصرية ببعضها. يبقى احنا اتكلمنا في النقل البري عن السكك الحديدية وعن مترو الانفاق وعن الطرق البرية. طبعا مصر تعتبر تاني دول العالم انشاء للسكك الحديدية بعد بريطانيا. أول خط سكة حديد أنشأ في مصر عام 1856 بين القاهرة والأسكندرية. أما مترو الأنفاق بيربط 3 مدن مصرية: القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، اللي هو إقليم القاهرة أو أقاليم القاهرة الكبرى، إقليم القاهرة الكبرى بنسميه كده. عندنا مقارنة بين النقل والمواصلات ومفهوم الاتصالات نفسه. كلمة اتصالات يعني اتصال الأفراد دون انتقال، هم مش بينتقلوا، هم اللي بيتصلوا ازاي؟ عبر الهاتف أو الإنترنت. يبقى وسائل الاتصالات هو اتصال الأفراد ببعضهم دون انتقال، هم اللي ازاي يا ولاد؟ عبر الهاتف أو الإنترنت. طيب كلمة النقل والمواصلات، لأ، أنا بنتقل من مكان لآخر. طب أنا بنتقل من مكان لآخر ازاي؟ بواسطة وسائل النقل. بواسطة ايه؟ وسائل النقل. وقلنا وسيلة النقل ممكن تبقى برية او مائية او جوية. طب وسائل النقل دي بتستخدم لايه؟ لنقل الافراد او البضائع. يبقى النقل والمواصلات الانتقال من مكان لاخر. بواسطة ايه؟ من خلال ايه؟
وسائل النقل البرية والمائية والجوية، ويستخدم وسائل النقل والمواصلات لنقل الأفراد والسلع. قال لي تحدث حوادث الطرق بين وسائل المواصلات نتيجة عدم الالتزام بقواعد المرور أو السرعة الزائدة، ما ينفعش نسوق بسرعة قوي أو ما ينفعش ما نلتزمش بقواعد المرور، إهمال صيانة السيارة، لازم دايما نعمل صيانة للسيارات، القيادة تحت تأثير المخدرات التي تؤثر على الجهاز العصبي. كمان لازم الدول كلها بتسعى إلى إن هي تطور شبكة الطرق وتنشئ طرق جديدة عشان تحقق إيه التنمية في كافة المجالات. عندي النقل المائي مهم جدا، فهو أرخص أنواع النقل ولكنه بطيء. النقل المائي بيستخدم كمان لنقل البضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن. يبقى يجي يقول لي النقل المائي أرخص وسائل النقل ولكنه وسيلة نقل بطيئة. طب ينتج عن هو وسيلة نقل بطيئة إيه؟ بيستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم أو ثقيلة الوزن. عندنا النقل النهري بيستخدم لنقل البضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، زي الجير، زي الرمل، زي الأسمنت، زي الفوسفات. بيقول لي إن الملاحة في النهر بتصعب، تصعب الملاحة النهرية في مصر. مهم السؤال ده، ليه يا جماعة الملاحة النهرية في مصر بتبقى صعبة؟ قال لي حيث وجود السدود والقناطر على مجرى نهر النيل، فده بيصعب الملاحة أو مشي السفن في النهر. يبقى تصعب الملاحة في النهر النيل ليه؟ حيث وجود السدود والقناطر على طول نهر النيل. عندي النقل البحري، ده بيتم عن طريق مواني مصر طبعا على سواحل البحر الأحمر أو سواحل البحر المتوسط أو قناة السويس. طبعا احنا عارفين ان قناة السويس يمر بها مئات السفن وبتربط البحر الأحمر بالمتوسط. أهم المواني البحرية في مصر ميناء الأسكندرية. ميناء الأسكندرية أكثر المواني المصرية أهمية، ده بيجي كتير قوي في الامتحان، لأن هو يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما اللي هي دول أوروبا. يبقى ميناء اسكندرية السؤال ده بيتكرر كتير، أهميته بيطل على أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا، يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدم اللي هم أوروبا. يبقى أهمية ميناء الأسكندرية ولاد تاني، يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما في أوروبا. يبقى أنا خدت النقل النهري، تصعب الملاحة في نهر النيل حيث وجود السدود والقناطر. يبقى احنا قلنا أهمية ميناء الأسكندرية، يقع في مواجهة أكثر مناطق العالم تقدما. بعد كده عندنا ميناء دمياط، وتم إنشاء ميناء دمياط عشان يخفف الضغط عن ميناء الأسكندرية. المواني مهمة جدا وبتيجي في الامتحان كتير، ميناء الأسكندرية، ميناء دمياط، ليه؟ عشان نخفف الضغط عن ميناء الأسكندرية. أما مواني البحر الأحمر، قال لي تقل أهمية مواني البحر الأحمر، أقل أهمية ليه؟ بسبب اقتراب الجبال من ساحل البحر الأحمر، وكمان بسبب وجود الشعب المرجانية. يبقى طبعا أهمية ميناء سفاجة أقل مواني البحر الأحمر، ميناء سفاجة أقل مواني البحر الأحمر أهمية ليه؟ بسبب اقتراب الجبال من الساحل وكمان وجود الشعب المرجانية. كمان بيقول لي أهمية قناة السويس، قناة السويس ممر ملاحي مهم جدا، بيربط البحر الأحمر بالمتوسط وتمر به مئات السفن المحملة بالبضائع والسلع والبترول. يبقى قناة السويس مهمة جدا جدا جدا.